فصاير انسان صباحي فاقرا حديث الصباح بالذات احب يعني الكتاب جميل. ولا كتاب ثاني حديث المساء يعني اللي يتابعوا إيه مساء ما سيقراوا هذا صحيح بس الكتاب حديث الصباح اجمل. طيب وش قال في الكوبي شيخ؟ فذكر قصة جميلة ان احد الدكاترة الجامعيين جمع طلابه بعد ما تقاعد، جمع كل يعني من فترة لفترة يجمع طلابه اللي يتخرجوا من الجامعة، فجمعهم فوجد انهم يتدمرون من الوظيفة. كل واحد يتدمر من الوظيفة، واللي يتدمر من الحياة، واللي يتدمر من الزواج الى اخره، فتركهم في حديثهم السلبي ودخل اتى بمجموعة كبيرة من الاكواب والفناجيل، يعني خلينا نقول اكواب هذا شكله مشارك باختلاف اسمائها، يعني شكله مشارك في عقد ايجار. اي فاتى بكثير من الاكواب، والله وانا اقرا القصه اتيت على بالي انت واكوابك اللي في كل مكان حبيبي والله. اي فاتى بالعديد من الاكواب، منها الغالي، منها الجميل، منها الرديء، منها السيء، يعني متنوعه. فاتى بها وضعها على الطاوله، وضع جنبها القهوه، قال كل يعني صب لنفسه. فبدا يعني الضيوف اللي هم طلابه كل واحد يختار الكوب الجميل. فلما أخذوا قهوتهم وجلسوا قال لاحظوا أنكم في النهاية كلكم يعني إيش اخترتم إيش أكواب، لكن كلكم شربتوا القهوة ولكن اهتميتوا بتفاصيل الكوب. طيب بتفاصيل الجميلة وتركتم الرديء. يقول الهدف من القهوة اللي هي القهوة بنفسها بغض النظر عن تفاصيل الكوب، يعني شربتها فيه بلاستيك ولا زجاجي. وشبهها بأن الحياة هكذا، الحياة ترى بجميع تفاصيلها هناك هدف أن كيف تسعد نفسك، فأشياء البسيطة ترى هي اللي تسعدك، ليس شرطا أشياء المعقدة الغالية الثمينة. صدق. أي الوظيفة وسيلة للسعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وهذه قاعدة عظيمة في الحياة.